في الصميم يحلل ويناقش موضوع واقع التعليم الجامعي العمومي والنظم البيداغوجية والإصلاح المرتقب. ضيف العدد السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. إلا اشتغلنا مع الطالب ودرنا جزء من الحكامة ودرنا إصلاح ديال النظام البيداغوجي ووكبنا هادشي كله بإصلاحات قانونية، كيظهر لي غادي نكونوا حطينا القطار على السكري للإصلاح إن شاء الله. والسيد إدريس أعويشة، خبير في مجال التربية والتكوين ورئيس جامعة الأخوين. رئيس الجامعة يختار على أساس مشروع صحيح تطوير الجامعة. نعم. والعميد يختار على أساس مشروع تطوير الكلية. نعم. كيخصنا ربما واحد الإيحاح كبير على أن ضرورة الانسجام ما بين هذه المشاريع. في الصميم الاثنين مساء على الأولى.